خلاص يا اولاد ماشيين. يا دوب يا ماما نونا، ده الطياره فضل عليها ايه؟ ساعتين ونص. يا اولاد اوصلكم انا، مش معقول تروحوا المطار لوحدكم. الليموزين مستني بره يا كمال بيه، احنا عايزين نروح المطار بطولنا كده، كشافه يعني. اول ما توصلوا باريس هتلاقوا انكل علاء مستنيكم. خدوا بالكم من بعض يا اولاد، خد بالك منها يا شادي. حاضر يا ماما نونا. وبعدين انتوا قلقانين كده ليه؟ هو انا هسافر لوحدي؟ ما انا معايا راجل اهو ولا كيس جوافه. بعدين انا رحت باريس اكتر من 40 مره، يعني انا اخده توهه هناك. ايه يا حمادة؟ الله، انت كنت مكسر الفقر. مالها جت معاك بالسكات كده؟ بالسكات يا حبيبي. يلا بقى تقلبيها غم ولا ايه؟ انا برضو اللي هقلبها غم؟ امال ايه اللي في عينيك ده؟ مع السلامة. أنا مش مصدق نفسي، شكلي كده والله هطلع بحلم في الآخر. ولا بتحلم ولا حاجة. عارف بابا متأثر قوي، أول مرة أشوفه كده. باباك ده أحن إنسان شفته في حياتي. فارق معي قوي إنه حسام ما جاش الفرح، كان نفسي يحضر. ولا يهمك، كل ده هيتحل لما نرجع بالسلامة إن شاء الله. وليكي عليا يا ستي أروح أبوس راسه وإيديه كمان لو تحبي. ربنا يخليك ليا. صحيح، كل سنة وأنت طيب، رمضان خلاص لحد الجاي. أنت بتصومي؟ أه طبعًا. ليه؟ هو أنت ما بتصومش ولا إيه؟ لا طبعًا بصوم. قولي لي، هو الأذان بدأ من الساعة كام في فرنسا؟ يا سيدي لما نبقى نروح فرنسا ربنا يحلها. داليا حسين، هيفرق معايا قوي لو ما جتش. مبروك. الله يبارك. انا بجد مش عارف اقول لك يا حسام. ما تقولش، خلي بالك من ده. يلا بقى عشان الناس بيبصوا علينا. اشوف وشك بخير. يلا حبيبي. معلش يا استاذ حماده، اتاخرت عليك شويه. بلدكوا بقت زحمه قوي، لا يمكن تعرف تظبط فيها ميعاد ابدا. انت ولا اتاخرت ولا حاجه، انا اللي جيت بدري. احنا بقالنا 11. ما هي دلوقتي الساعه بقت 11 وربع. يعني ربع ساعه مش كفايه؟ لا دي حكايه كبيره قوي 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 في المانيا، هناك المواعيد بالثانيه. ها شكلك كده عندك اخبار حلوه. يعني هي حلوه ومش حلوه، تقدر تقول كده قطعنا نص الطريق. ازاي؟ السي فعلا موجود عند النوال زي ما انت قلت لي. ما هو ده خبر مش جديد، واحنا عارفين كده من الاول. وانا عملت البدع عشان اقنعها، بس واضح ان ده شيء مستحيل. نوال مش هتفرط في السي مهما حصل. اه كده بقى رجعنا لمربع رقم واحد، يعني حضرتك ما عملتش حاجه. لا بس يكون انها اعترفت لي بالسر ده، تقدر تعتبر ده خطوه على الطريق. ما اقدرش اعتبرها كده، لان الدكتوره نوال قالت لي نفس الكلام، وقالت لي ان حتى لو السي دي موجود معاها مش هتسلمه لمركز الابحاث في ميونخ، وده اعتراف ضمن ان هو موجود معاها. طب لو انا قدرت احصل على السي دي ده وجبته لك لغايه عندك، ايه بقى الفايده اللي هتعود عليا لو انا عملت كده؟ ما انا قلت لك يا استاذ حماده قبل كده، مليون دولار ليك انت شخصيا و5 مليون دولار للدكتوره نوال. سيبك بقى من الدكتوره نوال، مش احنا قلنا السكه دي مقفوله خلاص. انت مش قلت لي ان نوال سرقت السي دي من مركز في المانيا؟ طب لو اتسرق منها ما هي مش هتقدر تبلغ، لان ده شيء يدينها مش كده؟ انت عرفت مكانه؟ لا انا ما عرفتش، بس هعرف. انا شغال مش ساكت. وطلباتك ايه يا استاذ حماده؟ مش انتوا عارضين 6 مليون في السي دي؟ خلاص انا مش عايز اكتر من كده، هديهم بقى لنوال، اقسمهم انا وهي، اخدهم انا محر. قلت ايه؟ الحقيقه القرار مش ليا، لازم اتكلم مع المركز وبعدين ارجع ارد عليك. حلوة، انا بقى هنتظر منك رساله على الموبايل تقول لي فيها اوكي. اوكي. Thank you.
استاذ كمال مقدر قد ايه انت متضايق جدا، لكن الصالح العام يخلينا نبص للامور بشكل واقعي اكتر. اسم عيله عزو اسم كبير، محدش ينكر ده، بس ده كان زمان، دلوقتي الزمن اتغير. تفتكر المرحوم ابوك لو كان موجود كان وافق على اللي انت عملته ده؟ اذا كان المرحوم رفض ان ياخد حقه وهو عايش معانا، يبقى احنا لازم ندهوله وهو مش معانا. دي استقالتي. مفيش داعي المسألة توصل لكده يا أستاذ كمال، أنا عايزك تساعدني، مش عايز الناس يقولوا علينا إن احنا اختلفنا بعد ما الحاج مات. مفيش خلاف ولا حاجة، يا ريت بس تؤمر حد من السعاة يجيب لي صورة الباشا لحد العربية. اقص عليه الواد أشرف ده، يعمل كده برضو؟ ده أبوه الله يرحمه كان راجل طيب. ما تزعلش نفسك يا كمال، انت ألف شركة تتمناك، وبعدين انت خبرة كبيرة جدا، يعني تشاور بس تلاقي 100 فرصة أحسن من دي. أنا اللي حاسس في نفسي يا نوال إن الشركة دي أنا شلت ترابها على كتفي أنا والحاج خليل. أنا مش فارق معايا إنه يركني ولا يحطني مستشار، لا له رأي ولا قرار، إنما أنا مش قادر أتصور إنه يلغي اسم عزه بجرة قلم. الاسم ده في السوق قبل ما أشرف يتولد بـ40 سنة. اسم من غير فعل، هو احنا نفرح باسم عزه على يافطه وخلاص؟ الولد ده اتصرف صح ان حط اسم ابوه على الشركه، زي ما اسم عزه غالي عليك اكيد اسم الحاج خليل غالي على ابنه برضه. ايه نوال بس، ايه اللي خليل في شركه يبقى اسمها خليل؟ يشيل اسم عزه باشا ويحط خليل؟ الظاهر ان احنا بقينا زي الاثار، لازم نتحط في المتحف خلاص. كيمو، اهلا اهلا، ازيك يا كيمو؟ ايه ده كيمو مزوق من الشغل؟ اسكت يا حماده، تصور الواد العيل ابن الحاج خليل يرفض كمال اول ابوها الله يرحمه ما مات؟ رفضك؟ مش رفضني، انما يعني فهمني بطريقه غير مباشره انه مستغني عن خدماتي وانا قدمت استقالتي. تستاهل، انا طول عمري اقول لك كمال عزه ما ينفعش يشتغل عند واحد كان عامل في شركه عزه وما سمعتش كلامي. يا ابني انا ما تقدرش اشتغل يوم واحد تحت ايد حد، مع ان انا كنت شغال ايه، مستشار فني رجل على رجل وفي كل. ايوه يا دوده، ازيك يا حبيبتي، عاملين ايه؟ اوعى عمك علاء يكون مقصر معاك ومش عيب بالواجب، انا مديله 5000 يورو ادهولي. ولا علاء، اوعى تفتكر ان بنتي عادة على عليك، لا دي عادة بفلوسها. ايوه خير يا ابو. يا ابني انت هتفضل قليل الذوق كده لحد امتى؟ دنيا دي تقعد وتتشرط كمان. لا مش عشانك، عشانها هي، وعشان الواد النصاب ده اللي اسمه شادي. اسكت، ده انا اول ما شفته وقعت من الضحك. ولا حلاء، اوعى مراتك تبوس في وشهم، اصل انا فاهم شغل الخواجات ده. انما انا اللي مجنني، ازاي القمر دي تتجوزك انت؟ ده انت شايب وعايب يالا. شويه الشعر الابيض دول اللي مش عاجبينك بيعملوا عمايل هنا في باريس. يا ابني مراتي مش مخلياني محتاج حاجه، وانت عارف ان انا طول عمري ملتزم ومخلص جدا. لا انت عارف مثلا نقول يا ساتر يا رب. داليا، خد البابا عاوزك. الو. اهي يا حماد. لا 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 لا، ده أنكل علاء وطنط بيجيت شايلنا من على الأرض شيل. ده متجوز حتة دي موزة فرنسوية، يا نهار اسود يا حمادة. لا لا لا، ما ينفعش، لازم أجيلك وننم سوا. خلاص يا ابني كفاية، إيه مش عايزين صداع. يلا مع السلامة، سلم على كل اللي عندك، أوروفوار. اقعد يا داليا. هو في إيه يا أنكل علاء؟ بص يا داليا، شادي، أنا في حاجة كده هقولها لكم وعايزكم تسمعوني كويس أوي. خير يا علاء بيه؟ بالنسبة لطنط برجيت، أنا مش جايب لحمادة سيرة عن سنها الحقيقي، فأرجوكم أرجوكم ده يفضل سر بيننا. طب افرض سألنا هنكذب عليه؟ لا بريء أوي يا أخويا،
هو انا عرفتك ولا شفت وشك الا وانت بتكذب وتنصب؟ خلاص يا علاء بيه، اعتبر سرك ده كبير ملوش قرار. وبعدين كمال احنا نقعد كده مفيش شغل مفيش حاجه، نعمل ايه في مصر؟ عايزين اسافر لندن اعمل ايه يا كريستين؟ انا عشت عمري كله هنا، انا خلاص عديت الستين، يعني طلعت على المعاش من زمان، اروح ابدا حياتي في لندن من جديد وانا في السن ده؟ انت مش بتفكر غير في نفسك يا كمال. جولي عاوز يعيش، عاوز يبدا حياته. انا مش عارف بس ايه اصراركم انكم تسيبوا مصر. في ايه لك في مصر عادل الشامل؟ في اهلي يا كريستين، في عيلتي، اختي نوال وحماده ابن عمي، وفي الاهم في ماما نونا. جوليا كمان عندها حاجات مهمة في لندن، عاوز سافر لشانه. ايه المهم بقى في لندن عشان جوليا؟ الكورس اللي فضلها هما شهرين وحتخلص وترجع وتشتغل هنا في مصر. كمال جوليا مش عاوز يعيش في مصر. ليه بقى؟ جوليا عندها بوي فريند، عاوز يكون جنبه. عندها ايه؟ بوي فريند. دايما اقول اهم حاجة في الدنيا التربية. تعرف مشكلتك ايه يا كمال؟ انك طيب، طول عمرك طيب، لا عمرك عاقبت ولا ضربت، يعني ما ربيتش، زائد ان مراتك خواجه كمان، يعني ما تفهمش في الكلام ده. ادي نتيجه التربيه الغربيه يا سيدي. ما انت عندك نموذج حي قدامك يا اخي. تربيتي انا البنت داليا، داليا خاتم في صباعي. اتجوزي ده يا داليا؟ حاضر يا بابا. ما تتجوزيش العريس اللي جايبه لك امك ده يا داليا؟ حاضر يا بابا. في سيطرة، في تمكن. حمادة انت عارف ان كريستين مراتي واخدة جنب طول عمرها، عمرها ما حاولت تقرب لينا او تبقى واحدة مننا، لا عرفت تحب علاء ولا نوال ولا حتى ماما نونا. يمكن الوحيد في العيلة اللي مراتي وبنتي مرتبطين بيه هو انت، عشان كده انا لجأت لك دلوقتي. يمكن يسمعوك انت، هما الاثنين مش سامعين غير صوت نفسهم وبس. المشكله يا كمال انك بترقص على السلم. لا حصلت تبقى خواجه وتقبل الافكار المتحرره بتاعت الغرب دي، ولا حصلت تبقى اب شرقي من اللي بيقول الكلمه ما يتنهاش. ايوه انت صح يا حماده، بس هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل قول انا هعمل ايه؟ حماده لما يتدخل يا كيمو تبقى خلاص خلصت. بس معلش يمكن اكون عنيف شويه مع جوليا، انا ليه اسلوبي. اتفضل يا حماده اتفضل. هاي كريستين. هاي I'd like to stay 5 minutes with Julia. اوكي. يلا خد مراتك وعلى جوه. اوكي. ايه بقى؟ وانا اللي بقول جوليا دي هي الوحيده في العيله اللي طالعه لي، على اخر الزمن هنيجي نخيب بقى ولا ايه؟ اللي انا سمعته من بابي ده جايبه لي بوي فريند؟ احنا بتوع بوي فريند يا جوليا؟ حماده بابي بيكلمني كاني لسه بيبي، انا عارفه انا بعمل ايه كويس، وده ماي اون ديسيجن. لا يا حبيبتي ده مش قرارك لوحدك. انا مش فاهم يعني ايه انت متمسكه بيه قوي كده ليه؟ بيشتغل ايه ده؟ هو بيدرس معايا في كورس وبيشتغل في محطه بنزين. عامل معقولة يا جوليا حفيدة عز وباشا تتجوز عامل في محطة بنزين؟ ده مش عيب يا حمادة. هو شكله ايه الواد؟ يا نهار اسود ده زنجي. حمادة أنا كنت عارفة إنك ضد عنصرية، عمر لون ما كان مهم يا حمادة. أنا مش مهم بس ده محروق قوي. I love him. جوليا مش مهم تاخد اللي you love him، المهم تاخد اللي بي love you. He also loves me. Best of luck. مبروك. Thank you. Thank you. بلداتي بلدات. هو ممكن ده بيفهم حاجة. سيبوني أنا أخلص لك الموضوع. يا كمال! يا مهدي بسلام. عملت ايه يا حماده؟ اه يا كمال. شوف يا جمال
البت بتك دي 10/10. المشكلة الفجوة الحضارية اللي بينكم. أنا درست الموضوع كويس، لقيت إنها مش هتلاقي ولد أحسن من ده عشان تتجوزه. أنت بتقول إيه يا حمادة؟ يا ابني أنت بتفكر بعقلية القرن العشرين اللي أنت كنت عايش فيه. هي بتفكر بعقلية الـ21. يا سلام، وأنت بقى يا سي حمادة؟ أنا الـ22، أنا سابق عصري. تعلن دار الإفتاء أن اليوم هو المتمم من شهر شعبان، وغدا هو أول أيام رمضان المبارك. أعاده الله عليكم باليمن والخير والبركات. كل سنة وكل عام وانت. بكرة رمضان. كل سنة وانت طيب يا شفيق. أنت بالصحة والسلامة. أحلى رمضان يعد علي من يوم ما اتولدت. يا ساتر يا رب، العزوبية دي كانت حاجة وحشة قوي. كنت على ساعة الفطار كده لوحدي، يا دوبك أشرب شوية خشاف نفسي تتسد. لكن معاك أنت نفسي تفضل مفتوحة على طول. وانا ان شاء الله بكره هعمل لك صينيه كنافه بالعسل وشويه قطايف. لكن ايه، هتاكل صبعك وراهم. وانا ساعه السحوره صاحب ابراهيم يجي السحر معانا. ربنا يخليك يا شفيق ويحنن قلبك عليه كمان وكمان. يا رمضان ونعيش ونصومك يا رمضان مرحبا. يا حماده، رمضان هنا حاجه تانية خالص. 20 سنة انا الاولاد بنصوم في المانيا، ما حسيتش بالدفء اللي انا حاسه بيه دلوقتي. انت ما جربتيش المهلبيه هنا يا ريس؟ مهلبيه ايه يا نهار ابيض؟ ايه يا حماده، انت عازمني هنا في الحسين عشان تلخبط على كيفك رشوه دي ولا ايه؟ النهارده اجازه ماشي، الجو ده ما يحلوش غير بالمهلبيه. 2 مهلبيه لو سمحت. بس كده هنتاخر يا حماده، الولاد ما تسحروش، دول بيصوموا. ماما نونا لا يمكن ينفوتها حاجه زي كده، زمانها دلوقتي عامله لهم خيمه رمضانيه. ثانيه واحده. راح فين؟ دقيقه واحده. شكرا قوي. لقيتك انت، لقيتك بتغير كل حياتي. ما اعرفش ازاي انا حبيتك، ما اعرفش ازاي يا حياتي من همسة حبي لقيتني بحب، لقيتني بحب وادوب في الحب، أدوب في الحب وصبح وليل وليل على بابي. شكرا شكرا، كل سنة وانت طيبة. ايه ده؟ انت مش معقول يا حمادة، بجد انت مش معقول. حمادة حمادة، يلا يا حبيبي يلا قوم المدفع هيضرب، قوم يا طعمة عشان تفطر. يا انا نمت كل ده يا ماما. طبعا، ما انت راجع البيت انت ونوال النهارده بعد الفجر. هنا نوال فين؟ نزلت راحت شغلها من بدري ورجعت على الساعه 3 كده، دخلت تنام ويا دوبها صاحيه زيك دلوقتي كده. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. توك ما افتكرت طبعا من لا احبابه. يا حبيبي وانا بحب غيرك انت يا اخو. كل سنة طيبة، هي أحلى وأجمل نونة في الدنيا. إيه ده؟ مخبية إيه؟ من وراك. ولو إنك ما تستاهلش. فانوس. من الناس عنده فانوس السنة اللي فاتت؟ هو في سنة بتعدي من غير ما أجيب لك فانوس يا حمادة؟ قولي لي بقى، عاملين إيه في طلب النهاردة؟ أنا ميت من الجوع. النهاردة مفيش دايت. النهاردة أول يوم رمضان، أقل محشي. اسكت، دي نوال النهارده عامله لك حبه محشي كوسه باللحمه المفرومه، انما هتاكل صوابعك وراها. ايه باللحمه المفرومه دي؟ يعني مفيش رز؟ يا سلام عليك يا حماده، احنا كنا طايلين. بقولك يا نونا، النهارده هتعملي حركه جدعانه معايا، بعد الفطار تاخدي العيال وتطلعوا على النادي. هناك في خيمه رمضانيه تجنن، تقعدوا سهرانين لغايه السحور، تسحروا وترجعوا على طول. انت ايه، عايز تطرقني ولا ايه يا واد؟ ايوه يا ماما عايز اطرقك. بصراحة أنا عايز أفتح نوال في الموضوع اللي أنت عايزاني أفتحها فيه. والنبي صحيح؟ يا سلام، بس أنا عارفة إن نوال خارجة النهاردة بعد الفطار على طول. مش مهم، أنا هعرف إزاي أجيبها بطريقتي. إلهي ربنا يجعلها من نصيبك. حق لو ربنا بيحبك تاخد نوال يا حمادة. هاخدها إن شاء الله. الله الله. كل سنة وانتوا طيبين. وانت طيبة. انت طيبة. دي أول مرة نفطر مع بعض لوحدينا من غير داليا،
حشيتني قوي البنت دي يا ستي، كلها كام يوم وتيجي تفطر معاكي هي وجوزها كمان. على العموم الولد ده باين عليه ابن حلال وطيب قوي، وداليا كمان طيبه قوي ومش هتقع غير في واحد زيها. الطيبون لطيبات. على فكره كلموني النهارده الصبح من باريس، صايمين الحمد لله، بس المغرب عندهم بيتاخر قوي. والله يا جدو النهارده كانوا طالبين عندنا رسام في الداخليه، رشحته. رسام هيعمل ايه ده في الداخليه؟ اصلهم بيرسموا المجرمين من الاوصاف والمعلومات اللي بتبقى مكتوبه عنهم في التحريات. انت عارف يا حسام، شادي ده هيشرفك، ايديه تتلف في حرير. والله يا جدو اديتهم اسمه، حبيت اعملها له مفاجاه هو وداليا لما يجوا بالسلامه من السفر. وعلى فكره بيدفعوا كويس قوي. ايه يا نوال، لو سمحت انا عايزك في حاجه مهمه قوي. لا لا ما تستناش، يلا انا مستنيك، ما تتاخريش والنبي. طيب مع السلامه. مساء الخير يا حسام بيه. مساء النور يا محسن بيه. الرسام اللي انت رشحته عشان يشتغل معانا ده تعرفه كويس؟ طبعا اعرفه كويس، ده جوز اختي. يمكن بقى يكون في غلط في الاسم. ليه يا محسن بيه؟ ده عنده سابقه، كان عنده قضيه تزييف عمله واتسجن 3 سنين في سجن ابو زعبل. شادي؟ ايوه شادي، مش هو ده الاسم؟ ايوه. الكمبيوتر ما بيغلطش يا حسام بيه، تاني كده بقى صعب ان احنا نرشحه يشتغل معانا. معقوله ما كنتش تعرف يا حسام بيه؟ ما مفتاح. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في حاجة؟ اتفضل يا إبراهيم. استاذ العظمة، على فكرة بقى انا زعلان منك قوي. حد يعمل كده برضه؟ حد يقول لابوه انا هقتلك؟ استغفر الله العظيم، كل سنة وانت العظيم. انا كده اطمنت يا ابراهيم، ما دام ربنا هداك يبقى هتبقى كويس ان شاء الله. على فكرة يا ابراهيم، انت لما جيت لي تطلب مني انك تسافر انا رفضت عشان كنت خايف عليك من البهدلة والمرمطة في بلاد بره. بس انت لو عايز تعمل عمره دلوقتي انا اسفرك. ربنا يكتبها لنا جميعا ان شاء الله. لا ده شويه خشاف على امر الدين. كل سنه وانت طيب يا ابراهيم. اجيب لك شويه؟ لا لا لا، فطرت والحمد لله، ما تتعبش نفسك. استغفر الله العظيم. هو انت عايز حاجه يا ابراهيم؟ السؤال غير الله سبحانه وتعالى مذلة ما بعدها مذلة. أنا مش جاي أخد منك، أنا جاي أديلك. أنا مش عايز حاجة. إزاي بقى؟ أنت عاوز بس غافل. الدنيا لاهياك واخداك، إنما لو فكرت لحظة لما هتقابل الذي لا يغفل ولا ينام هتقول له إيه؟ هتعرف أنت قد إيه محتاج. أنا على فكرة إبراهيم أنا ما غلطتش في حياتي. أنا الحمد لله بصلي وبصوم، وحتى الكام جوازة اللي اتجوزتها دي على سنة الله ورسوله. العمر عدى خلاص يا بابا، وأنت بلغت من العمر أرزله. أنا جاي أنصحك بالاعتكاف، وإنك توهب اللي فاضل من حياتك لله سبحانه وتعالى. الله. صلاة العشاء وجبت. أنت متوضى يا بابا؟ أتوضى حالا. اتفضل.
هو فين؟ أبوك فين؟ أنت هنا بتعمل إيه؟ إهدى يا حسام، إن الله مع الصابرين. أبوك بيتوضى جوه عشان يصلي العشاء. بيتوضى؟ من إمتى؟ أنت فين يا راجل أنت؟ إيه يا حسام؟ هو في إيه النهاردة؟ الصايع اللي جوزته بنتك ووقفت ضدنا كلنا علشانه طلع سوابق، طلع مزور واتسجن 3 سنين. أنا على آخر الزمن أختي تتجوز واحد مجرم، وأنت السبب، أنت اللي دمرت حياتنا كلها. يا ريتني يا أخي كنت سبته وقتلك ويريحنا منك. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. اتفضل، الشيخ إبراهيم ابنك الدرويش أهو، وبكرة يبقى إرهابي، وأنت السبب. أنا مش عارف أنت إزاي عايش في الدنيا دي. أنا لو منك يا طب ساكت. أنتوا عايزين إيه؟ أنتوا فاكرين إنكم هتخوفوني؟ أنا ما خافش غير من اللي خلقني. الله ينعلمه اليوم اللي خلفتكم فيه وجبتكم للدنيا عشان تبيعوا وتشتروا فيا. جايين تربوني دلوقتي؟ ربوا نفسكم أحسن. أنتوا فاشلة، كل واحد فيكم في عقد الدنيا. افرض يعني ان شادي طلع مزور ولا رئيس عصابة حتى، ما هو تاب يا اخي، اتصلح حاله. الدور والباقي على اللي عمره ما هيتصلح، عمره ما هيتعدل. زعلان قوي عشان منظرك قدام زمايلك. انت اناني، ما بتفكرش غير في نفسك. انت اللي ما بتفكرش غير في نفسك، بتجري ورا نزواتك. صلوا على النبي يا جماعه، وحدوا الله. لا اله الا الله. اوف، اهدى يا حسام، فلا تقل لهما اوف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. اهو كلام ربنا، اهو كمل كمل كلام ربنا. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. طب ايه؟ انا كنت عايز اربيكم. انا حاولت كتير ان انا اقربكم مني واقرب لكم. اشمعنى داليا ما نسيتش ليها اب؟ ما هيتوك يا ستاني، راحت اتجوزت واحد سوابق. بس انا مش هسكت، وديني وايماني ما هسكت. هتربع الدنيا على دماغها ودماغه. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. يا جماعه الشياطين بتتحبس في الشهر الكريم، ما تطوعوهاش، ما تخليهاش تضحك عليكم. ده احنا كنا لسه داخلين نصلي العشاء. يلا حسام، يلا ربنا يهديك انت كمان، خش اتوضى، بابا هيصلي بينا العشاء. امام إمام. حسام، ازيك يا حسام؟ في ايه يا حماد؟ ابراهيم كمان هنا؟ ازيك يا ابراهيم؟ ازيك يا دكتور؟ ايه اللي حصل يا حماد؟ جايين يتهجموا على ابوهم، كان ناقص يضربوني. معقوله يا ابراهيم؟ لا يا ابراهيم كويس، هو التاني ده اللي متخباش داخل عامل لي فيها ظابط طايح اللي بيخوفني. ايه اللي عامله في نفسك ده يا ابراهيم؟ سبحان الله، هو يعني اللي يلتزم ويمشي على الطريق المستقيم الناس تشوفه تستغرب؟ يعني لو كنت لبست دلوقتي بنطلون مقطع وجاكيت جلد كان شكلي بقى عادي؟ هو ده الحل يا ابراهيم؟ انت كده لقيت نفسك؟ كنا بنذاكر ليه ونتعب عشان تجيب تقدير وتقدم في الخارجية؟ احنا مكناش بننام يا ابراهيم. انا كنت فرحانة بيك قوي، حاسة انك شاب طموح عاوز يحقق في حياته حاجة. هو اصله زعلان عشان امه راحت اتجوزت، وبصراحة عنده حق. سلام عليكم. عليكم السلام. اللي حصل لاولادك يا حماد؟ قلت لي نووي ده جيل خربان. انت هتسيبهم كده؟ لازم تتكلم معاهم، لازم تقعد معاهم، ده كده هيدمروا نفسهم. غلبت فيهم والله يا نور، كرهوني في حياتي. انا بفكر اخد نونا ونسافر نسيب لهم البلد. حاجه واحده بس اللي منعاني، انت يا نور. انا؟ ايوه انت. مش معقول تكوني مش فاهماني. لا أنا مش فاهمة حاجة يا حماد. معقول يا نوال؟ ما انتش حاسة بكل اللي أنا حاسس بيه.
يا نوال ده انا حبيت الاكل الدايت، حبيت الشاي الاخضر بدون سكر، حبيت الصحيان بدري والجري حوالين الفيلا لما يتهد حيلي، حبيت هشام وعصام وامام اللي اتحرموا من ابوهم، واللي انا بفكر ان انا ابقى بس. يا حمام ما تكملش ارجوك، اللي بتفكر فيه ده لا يمكن يحصل ابدا. ليه يا نوال؟ ده المفروض كان يحصل من 30 سنه. عشان عندي هدف اكبر في حياتي، هدف لازم اديله كل تفكيري كل حواسي. من يوم ما راح الدكتور مختار ونوال كمان راحت معاه، مبقاش عندي اي تفكير في حياه شخصيه. عشان البحث بتاعك؟ ايوه. معقوله يا نوال عشان الشغل تضحي براجل بيحبك كل الحب ده؟ مش مساله شغل، البحث بتاعي اللي انا بعمله مش بعمله عشان نجاح شخصي ولا مجد علمي، انا بعمله عشان ولادي وولادك، عشان هشام وعصام وامام وحسام وابراهيم، عشان الاجيال اللي جايه دي كلها. انا لو كنت عايزه اعيش وانبسط زي ما انت بتقول كنت وافقت على العرض اللي هم عرضوه عليا. المركز في المنخ عرض عليا 5 مليون دولار عشان اديهم السي دي اللي معايا. يمكن اول مره اقول لك الحكايه دي. طب بس كده خلاص اتحلت. انت مش عايزه البلد تتقدم وتمشي في البرنامج النووي؟ انت تدي الالمان السي دي اللي عايزينه ده، وتاخدي ال5 مليون دولار تتبرعي بيهم للطاقه النوويه في مصر. يبقى كده ضربت العصفورين بحجر. وما سالتش نفسك هم عارضين عليا المبلغ ده كله ليه؟ تفتكر هم مش فاهمين؟ الفلوس عمرها ما تعمل حضاره ولا تقدم الا على اساس علمي سليم نقدر نبني عليه، والاساس ده معايا انا. البحث اللي انا بعمله يدخل للبلد دي مليارات مش ملايين. في حاجه يا حماده؟ لا، ده المسابقات اللي بيعملوها على التليفون دي. انت بتشارك في الحاجات دي؟ لا بس شكلي كده هشترك المره دي، يمكن حظي يكون احسن.